هيفرح قوي ان احنا بنشتري كتير وبنخزن، هيغلي زياده. طيب اخر نقطه نتكلم بقى في الصحه ومنظومه الصحه. يعني الحقيقه المبادره اللي كانت اطلقت من فتره 100 مليون صحه، وفي يعني الحقيقه مجهود كبير جدا احنا شايفينه ولامسينه خصوصا في علاج فيروس سي. يعني احنا كان عندنا فيروس سي قد ايه كان منتشر، دلوقتي فيروس سي ده بقى ما بقاش، اما بقول فيروس سي ما بقاش الناس تترعب زي الاول، علاج سهل سريع الوقايه، بقينا نتكلم في الموضوع عادي يعني كأن ما فيش، يعني الموضوع بقى عادي جدا وبقى الشفاء منه طبيعي جدا وعادي جدا. فنهوض بالمنظومه الصحيه هو نهوض بالمنظومه المجتمعيه، هو نهوض بالمنظومه الصناعيه ايضا والانتاج. لان انا لما يبقى عندي شعب وعندي عمال صحتهم كويسه ومش قلقانين وعندهم منظومه صحيه محترمه وتامين صحي ومش خايفين ان هم لما يعيوا او يجرى لهم حاجه يحصل يعني بيتهم يتخرب، يبقى انا كده هيبقى عندي انتاج منظم وانتاج يعني باطمئنان، خلينا نقول امان يعني. انا قلت قبل كده هنا في البرنامج انه لو لم ينجز الرئيس السيسي غير القضاء او محاربه فيروس سي فده يكفي. الفلاحين اللي زي حالاتي هم اللي يعرفوا يعني ايه فيروس سي ويعني ايه هذا المرض اللي نهش اكباد المصريين في الريف. ويعني ايه حد يموت او النسبه الاكبر في الريف تموت بسبب هذا المرض. اعتقد ان ده انجاز كبير جدا جدا جدا. وحتى انا الايام دي بقيت اشوف اعلانات زي زمان روح اكشف وروح افحص وروح اعمل ثقافه التشيك اب والوقايه، وعلى فكره ببلاش صحيح كلها ببلاش. وانا شايف كمان حتى الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه بدات تدخل في هذه المنظومه. خلينا بس افرق بين حاجتين، هناك جمعيات يمتلكها بعض الشخصيات، هذه الجمعيات تعمل للمصالح الشخصيه وللكسب الشخصي، هذه الجمعيات تحاول ركوب الموجه والقفز على انجازات الحكومه. يعني مش منطقي ان انا اسمع حد عنده جمعيه خيريه او مستشفى خيري يقول لي ان انا عملت 700 قافله طبيه في شهر. مش منطقي على الاطلاق، لان انا بعالج فيروس سي. لا يا حبيبي، ما تسرقش انجاز الدوله وتقول ان انت بتعالج من خلال الجمعيه بتاعتك علشان تجمع تبرعات. هذا الانجاز خاص بالدوله وخاص بالرئيس السيسي، ده رقم واحد. رقم اتنين، بقى في ثقافه، نشر الثقافه ان انا اكشف على نفسي واروح ببلاش، والاعلانات اللي احنا بنشوفها والاغاني اللي احنا بنشوفها ان انا اتحمس واروح افحص وحلل عشان اعرف عندي الفيروس ولا لا، ده ثقافه بقت راسخه في المجتمع وده يحسب للحكومه. رقم ثلاثة، ده بياخدنا لمنطقه تانية خالص يا استاذ زمان. ده بياخدنا لمنطقه اللي انا نفسي إذا كنا أعلنا الحرب على فيروس سي ونجحنا، نعلن الحرب على السرطان وإن شاء الله ننجح. إن شاء الله. وأعتقد إنه إعلان الحرب على فيروس سي جزء من إعلان الحرب على السرطان. أنا كنت بعض المضاعفات للالتهابات الكبدية بتؤدي للسرطان. سرطان الكبد، وده اللي النسبة الأكبر من المصريين بتعاني من سرطان الكبد. خليني أقول لك إن أنا بحثت كتير، ما لقيتش عندنا إحصائية مظبوطة إن إحنا عدد مرضى السرطان كام في مصر. لأن يقول لك إحنا عندنا 30 من كل 100,000، وألاقي يقول لك عندنا 11 من كل 100,000، وألاقي إحصائيات متضاربة جدا، مش لاقي إحصائية مظبوطة. لكن أعتقد وحضرتك يمكن توافقيني على الكلام ده والكل يوافقني على الكلام ده، إن المرض زاد في الفترة الأخيرة. مرض سرطان الكبد عند الرجالة وسرطان الثدي عند السيدات. أنا مش لاقي إحصائية، لكن أنا إذا كنا بدأنا بالقضاء على فيروس سي أتمنى إعلان الحرب على السرطان. أنا كنت قاعد مع سيدة جميلة ما شاء الله وشعرها طويل وأصيبت بهذا المرض، فبتقول لي أنا أعمل إيه في شعري، وبدأت تحسس على شعرها شيء مميت وشيء صعب جدا. اتنين من زملائنا ماتوا بالسرطان، يمكن آخرهم كان مخرج عزيز علينا مات امبارح برضه بهذا المرض اللعين، عمر الشيخ وقبليه مذيعة دارين، وكتير جدا بموتوا بسبب هذا المرض. احنا عايزين ازاي الوقاية من هذا المرض السرطان، وعايزين علاج لهذا المرض، لان الكيماوي بيبقى صعب جدا. يعني انا رحت المراكز الطبية المتخصصة لقيت في نهضة هناك، وبصراحة
اللي كان بيحصل زمان ما بيحصلش دلوقتي في المراكز الطبيه المتخصصه عشان تجيبي قرار علاج على نفقه الدوله. لكن اتمنى التيسير اكتر، بدل ما المريض يروح ياخد يعمل قرار علاج ياخد جرعه بجرعه، لا، وبدل ما تشوف المريض قدامك لا، طلع للمريض ياخد جرعاته كامله، لان المرض ده بدا ينتشر كتير جدا. اتمنى على الرئيس السيسي ان يعلن الحرب كما اعلن الحرب على فيروس سي، ان يعلن الحرب على السرطان. نقدر يعني انا نقدر طبعا نقدر. ربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مرضانا، واحنا انا متاكده ان احنا نقدر نعالج هذا المرض الخبيث اللعين. احنا عندنا كل الادوات، عندنا الاراده، عندنا القوى البشريه، عندنا البحث العلمي، عندنا كل حاجه، وان شاء الله نقدر ان احنا نقضي على هذا المرض زي ما احنا قضينا على فيروس سي، او في الطريق ان احنا نقضي على الامراض الفيروسيه بالكامل. يعني ربنا يحافظ على مصر وعلى صحه المصريين كلها يا رب. انا بشكرك يا أستاذ بشير، ودايما بسعد بلقائك معنا في نهاية الأسبوع، منورنا دايما. الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن، شكرا، شكرا جزيلا يا فندم. النخوة ليه اختفت أو تضاءلت في مجتمعنا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مشاهدينا والدكتور محمد المهدي. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية، مصر جاية، مش حزينة لا هنية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا باقية هي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس.